بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحببت اليوم أن أتأمل معكم أحد الاكتشافات العلمية التي أرسلها لي بعض الأحبة المهتمين بمتابعة أخبار العلم وما يجد من علوم في عالم الكائنات الحية. القرآن أيها الأحبة وضع لنا مجموعة من القوانين، مجموعة من التنبؤات، هي ليست تنبؤات، هي حقائق، لأن النبوءة قد تصدق وقد تكذب، ولكن القرآن يعطينا حقائق مادية ملموسة. القرآن تحدث عن أن الكائنات الحية هي أمم أمثالنا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الشيء الثاني أيها الأحبة أن الله عز وجل أوحى إلى النحل، يعني كما أوحى للبشر أوحى للنحل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي آية النحل الله تعالى يقول: وأوحى ربك إلى النحل. طيب اليوم أنا أحببت أن أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية التي تظهر أمامنا. طبعا هنا هذه الدراسة لجامعة، كما نرى أمامنا، إلينويز، دراسة حديثة جدا منشورة بتاريخ 1 ديسمبر 2020، يعني في نهاية عام 2020 قبل أيام قليلة فقط. تقول هناك تشابه غير متوقع. طيب العلماء منذ نزول القرآن 1400 سنة لم يتوقعوا هذا التشابه، القرآن توقعه قبل 1400 سنة، ثم تقولون إن القرآن كلام بشر أو كلام أساطير. إذا كنتم أنتم أيها العلماء لم تتوقعوا هذه العلاقة، علاقة غير متوقعة بين نحلة العسل والحياة الاجتماعية للبشر، السلوك الاجتماعي، سبحان الله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، النحلة هي طائر تطير بجناحيها، إلا أمم أمثالكم. دققوا على كلمة أمم، الأمم تعطيك معنى السلوك الاجتماعي، سوشيال لايف. ما الذي يميز الأمة أيها الأحبة؟ الأمة يعني هي جماعة من الناس لديهم نظام، لديهم عمل، لديهم علاقات اجتماعية، لديهم سلوك، لديهم حب وكره وعطف، لديهم غش، لديهم صدق، لديهم كذب. أمة علاقات اجتماعية. النحل لديه نفس هذه العلاقات، وهي غير متوقعة بالنسبة لعلماء جامعة إلينويز. طب دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة، نتأمل ماذا كتب العلماء حولها أيها الأحبة. أنا الآن أريد أن أقرأ لكم حرفيا. طبعا يقولون إن النحل والبشر كائنات مختلفة كما يتصور المرء. هذا الكلام يتم في عام 2020 أحبتي في الله. رجاء بالنسبة للإخوة الملحدين دققوا ماذا يقول العلماء اليوم. أنتم يا من تدعون أن معلومات القرآن عبارة عن أساطير وخرافات وكلام فارغ، وأن محمد عليه الصلاة والسلام أخذها من غيره، علماؤكم اليوم في القرن 21 وفي عام 2020 يقولون النحل والبشر كائنات مختلفة كما يعني يتصور المرء. على الرغم من ذلك بدأ العلماء يتعرفون على أوجه تشابه مفاجئة. أنا أريد هنا أيها الأحبة surprising similarities. دققوا أحبتي في الله رجاء. العلماء يتفاجؤون من هذه العلاقات التي ذكرها القرآن قبل 1400 سنة. قام طبعا هذه أوجه تشابه مفاجئة في الطرق التي يتفاعلون بها اجتماعيا. طب خلال السنوات القليلة الماضية طبعا قام فريق من العلماء الباحثين في جامعة إلينوي طبعا من خلال دراسات شبكات اجتماعية لنحل العسل بشكل تجريبي، قاموا بتطويرها
ودرسوا هذه التشابهات من خلال المحاكاة أو النمذجة النظرية الجديدة باستخدام كمبيوترات عملاقة، واستخدموا أدوات الفيزياء الإحصائية مع علم الأحياء. يعني هذه دراسة موثقة علميا أحبتي في الله. صور نموذجية تم الحصول عليها من هذا النظام تظهر نحلا مشفرا داخل خلية المراقبة. دعوني فقط أنا يعني أريكم هذه الصورة، هذه الصورة هنا لهذا النحل، التي كل نحلة أعطوها طبعا هنا من هنا إلى هنا المسافة 10 مليمتر، يعني بحدود سنت، هذه النحلة طولها سنتيمتر 10 مليمتر. وضعوا لكل نحلة كما نرى أمامنا أيها الأحبة الشريحة على ظهرها للتعرف على ليفكوا هذه الشفرة. طبعا أيها الأحبة الصورة تظهر يعني أمامنا كما يعني جاء في التعليق خلية مراقبة ونحل مشفر، موضوع كل نحلة موضوع عليها الشريحة الصغيرة مربوطة مع الكمبيوتر. طبعا هذه النحلات، مئات النحلات وربما الآلاف، تم فك شفرتها وكيف تتحرك كل نحلة. طبعا هذه الدراسة أيها الأحبة تم إجراؤها لتقيس الفروق الفردية في شبكات نحل العسل للمرة الأولى عام 2020. طبعا هناك مجموعة من العلماء يذكرون أسماءهم، أنا سأحاول أن يعني أمرر لكم لكي تقرأوا معي باللغة الإنجليزية هنا ماذا كتبوا هنا أيها الأحبة. طبعا يذكرون أسماء الباحثين الذين قاموا بهذا البحث العملاق حقيقة، والذي نشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Science، مجلة علمية محترمة وموثوقة. يقول العلماء: أردنا استخدام نحل العسل كحشرة اجتماعية مناسبة لمساعدتنا في إيجاد طرق لقياس سلوك هذه المجتمعات المعقدة، كيف تسلك، كيف تفكر، كيف تتفاعل مع بعضها. ووضعوا يعني شرائح على ظهر كل نحلة، شريحة مربوطة مع الكمبيوتر، وتعرف هذه باسم الشبكة الزمنية، شبكة زمنية لمراقبة حركة النحل، هذه النحلة كيف تتحرك وكيف تنتقل. وتضمنت الدراسة، طبعا الدراسة استغرقت عدة سنوات أحبتي في الله، تصويرا عالي الدقة لنحل العسل المجهز بالباركود، كل يعني نحلة لديها باركود خاص. وكشفت هذه الخوارزميات التي وضعوها طبعا عن التفاعلات التي تتم في العلاقات الاجتماعية، طبعا ليقارنوها ليتم مقارنتها بحياة البشر. فهذا النظام هو نموذج لدراسة التفاعلات الاجتماعية في عالم النحل الذي نظنه عالم عشوائي. وهنا طبعا أحبتي لو تابعنا معا فقط، سأتابع معكم، هذا اسم المجلة التي نشرت البحث هنا بالنسبة للإخوة الملحدين الذين يعني صدعوا رؤوسنا كلما ألقينا معلومة، يقول لك أين اسم المجلة، أين الباحث، أين كذا. فيعني أرجو من الإخوة أن يتحملوا بعض المصطلحات العلمية الدقيقة فقط لكي يكون كلامنا موثقا وأكاديميا، ونحن نعرض ما يعني تنتجه أبحاثكم. هذا اسم المجلة التي نشر فيها هذا البحث في ديسمبر 2020، شهر 12 يعني 2020 كانوا الأول. وهنا هذه هي الدراسة، سأحاول أن أقرأ حرفيا أيها الأحبة. يقول: سبب اختيار نحل العسل لأنه الأكثر اجتماعية بين أنواع النحل، وهذا النحل مرتبط جسديا ببعضه عن طريق ملامسة خرطوم، الخراطيم تتلامس أيها الأحبة، النحل حساس جدا ويعني كائن فريد من نوعه سبحان الله.
طبعا عندما وضعوا هذه الشبكة الزمنية التي تحدثنا عنها ودرسوا التفاعلات الفردية التي تتم مع كل نحلة، تصوروا الدراسة كم معقدة يعني وكم طويلة جدا، استغرقت سنوات وأجهزة كمبيوتر وباحثين وجامعة عالمية وعلماء وتكاليف. فالمهم وصلوا إلى نتيجة تقول أيها الأحبة أنها كانت مفاجئة بالنسبة لهم. يقول أحد العلماء جولدنفيلد إن الإطار الرياضي لهذه النظرية نشأ من فرع من فروع الفيزياء يسمى الميكانيكا الإحصائية، يعني حتى استخدموا قوانين الفيزياء الإحصائية لكي يستطيعوا أن يدركوا لأن العملية معقدة جدا. طبعا هنا وجدوا بعد تطبيق هذه القوانين الإحصائية وجدوا أن النحل يسلك سلوكا شبيها بحياة البشر، فهم يتفاعلون مع بعضهم، لديهم عوامل الحب والكره، ولديهم سلوك اجتماعي وعاطفي واضح جدا. وطبعا يقول العلماء إن العثور على مثل هذه التشابهات المذهلة بين النحل والبشر يثير الاهتمام باكتشاف المبادئ العالمية للبيولوجيا والآليات التي تكمن وراءها. طبعا أنا يعني أمرر لكم، والبحث موجود طبعا يمكن أي إنسان أن يقرأه، أنا أقرأ هنا تقريبا أيها الأحبة تابعوا معي. يقول الباحثون في نتائج هذا البحث، يقول تشير نتائج الباحثين إلى أن المجتمعات المعقدة قد يكون لها انتظامات بسيطة وعالمية بشكل مدهش، والتي يمكن أن تلقي الضوء على الطريقة التي تظهر بها المجتمعات المرنة والقوية من أدوار وتفاعلات اجتماعية مختلفة للغاية. وطبعا يتوقع الباحثون أن نظريتهم يمكن تطبيقها على حشرات أخرى، يعني هذه الظاهرة ليست خاصة فقط بعالم النحل، بل هناك حشرات أخرى تطير بجناحيها، لديها أيضا سلوك اجتماعي، لديها يعني ما يمكن أن نسميه نوع من التفاعل، نوع من الحب والكره، لديها يعني حياة خاصة بها، لديها هذه النحلات لديها أيها الأحبة يعني تعاون، تضحية، تضحي بنفسها مثل البشر، تؤثر على نفسها، تربية الصغار، تربية يعني اليرقات هذه التي تخرج من البيوض، وطريقة إدارة الخلية وطريقة الدفاع عن الخلية، كل هذا أيها الأحبة ثبت علميا أنه يشبه البشر تماما. أنا الآن أيها الأحبة دعوني فقط أستعرض معكم آية عظيمة وسأعرضها طبعا لكي نستوعبها أحبتي في الله. هذه الآية تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. سأعرض هذه الآية فقط لكي يعني الأحبة يقرأوا معي، أحب دائما أن يكون كلامنا موثقا. الله تبارك وتعالى يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. انظروا إلى الدقة أيها الأحبة، رجاء ركزوا معي، ولا طائر يطير بجناحيه. النحلة هي طائر، والعلماء يعتقدون أن الطيور لديها هذه الميزة أيضا، ولكن لم يدرسوها بعد لأن الدراسة معقدة ومكلفة. طيب ما وضع هذه المخلوقات إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. ما معنى أمم أمثالكم؟ أمم تشير إلى السلوك الاجتماعي، تشير إلى الحياة الاجتماعية social life التي يتحدث عنها العلماء اليوم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. سبحان الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والله أيها الأحبة إن هذه الآية
تأتي اليوم لتشهد على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، من أين له بهذه المعلومات الدقيقة؟ إذا كان العلماء في القرن الحادي والعشرين وفي عام 2020 يتفاجؤون بهذه المعلومة التي ورد ذكرها في القرآن قبل 14 قرنا، لا نملك إلا أن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: نحمد الله عندما نرى آية من آياته، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله.